السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في بودكاست جديد من قناة دليل سلوفينيا. اليوم البودكاست تبعنا بيحكي على سوق العمل في سلوفينيا. سوق العمل في سلوفينيا مفتوح لجميع الجنسيات. طبعا المقدمة هذه أنا بحكيها تعليقا على سؤال أحد المتابعين، هل سوق العمل مفتوح لجنسيات محددة ولا لكل الجنسيات؟ لا، سوق العمل في سلوفينيا مفتوح لكل الجنسيات. موضوع عقد العمل يا جماعة في سلوفينيا بمكنك من الحصول على الإقامة، وبعد فترة بمكنك من الحصول على الإقامة الدائمة. بعد 5 سنوات من وجود عقد عمل معاك في سلوفينيا، معناته بتقدر أنك تقدم على الإقامة الدائمة، وبتكون حقوقك في سلوفينيا مشابهة للحقوق حقوق المواطنين، ما عدا حق التملك. حق التملك بيكون مش موجود عندك، حق تملك العقار. ممكن تتملك سيارة، ولكن ما ممكن انك انت تتملك عقار كإنسان حاصل على الإقامة الدائمة. ممكن تحصل على مساعدات من الدولة، ممكن انك انت تكون موجود في سلوفينيا مدى الحياة، لكن حق الانتخاب وحق التملك ما بيكون موجود عندك. في ناس كتير بتطرح علي أسئلة، طيب كيف احنا ممكن، كيف انه انا ممكن احصل عقد عمل؟ قناتنا يا جماعة هي قناة بتقدم خدمات مجانية للناس أو المتابعين أو المشتركين، ومن فترة لفترة بصير في عنا انقطاعات. السبب عدم وجود تشجيع كافي من المتابعين، وعدم وجود مشتركين كفاية، وعدم وجود إعجابات، وعدم وجود لايكات. أحيانا بحس إنه بعض الناس حابة إنه يعني إنه مثلا الواحد يعني أحيانا بيبعتولي أسئلة، طب كيف انه مثلا بدي احصل، كيف وين الاقي عمل وين الاقي الشركات، مع انه بتكون في فيديوهات احنا حاطينها او بودكاستات حاطينها على الموقع، حتى انه مثلا دليل كيف انك انت تقدم على فرصة عمل، او كيف انك انت تتواصل مع الشركات السلوفينية، وين تلاقي اللي هي الاعلانات اللي نازلة لفرص العمل. فأنا ما بقدر كقناة مثلا إنه مثلا بشكل مجاني إنه والله أجي أقدم عنك أو ألاقي لك شركة إنها توظفك، لأنه وقتي محدود. وإذا إنه يعني المشاهدين حابين إنه يستفيدوا من الخبرة والأشياء المعلومات اللي إحنا بنقدمها، فأرجو إنه تدعموا القناة. الناس اللي حابة إنه تأخذ شيء مثلا إنه إحنا نساعدهم، في عنا خدمات مدفوعة. الخدمات المدفوعة بتكون عن طريق استشارات على الواتساب، لكن لو أي حدا سألنا على القناة أي أسئلة بنرد عليها في الأجوبة في خانة الردود على التعليقات في اليوتيوب، أو بنطرحها بحلقة كاملة بتكون موجودة على، يعني مثلا نفترض اليوم أنا نزلت فيديو عن العمل وسألني أحد الأشخاص، ولقيت إنه الفكرة اللي طرحها تحتاج إنه إحنا نحط فيها إلها فيديو مستقل، بعملها فيديو مستقل وبحطها على اليوتيوب كرد على التعليقات، وكلها بشكل مجاني. فما تبخلوا علينا باللايكات والإعجابات والاشتراك. الموضوع موضوع العمل بدي أحكيه هيك بشكل شامل، حتى إنه الناس تأخذ شوية تصور على كيف إنه الأمور بتصير في سلوفينيا. بدي أحكي على معظم الناس اللي أنا بعرفهم من أصدقاء إيش بيشتغلوا في سلوفينيا يعني، وممكن من خلال الأشياء اللي بطرحها إنه الناس تأخذ بعض المعلومات أو بعض الأفكار بتساعدها إنه تعمل بيزنس مع سلوفينيا أو تلاقي فرصة عمل في سلوفينيا. في ناس كتير العرب اللي موجودين هنا في سلوفينيا يعني معظمهم بيشتغلوا، بس في ناس كتير منهم يعني تعبوا في أول حياتهم لما لقوا شغل في سلوفينيا، بسبب إنه سلوفينيا بلد صغيرة، اللغة، الأمور كتير للاندماج بتكون في البداية صعبة يعني. عندنا الفئات الموجودة في سلوفينيا، في فئة اللي هم الكبار في السن اللي أجوا أيام ما كانت سلوفينيا جزء من يوغوسلافيا. هذول الناس أجت كطلبة درسوا في سلوفينيا واستقروا، وكلهم إما تزوجوا يعني سلوفينيات وعاشوا في البلد واندمجوا. في منهم أطباء، في منهم صيادلة، في منهم مهندسين، في منهم ناس كانت تشتغل في المناجم، يعني كلهم اندمجوا بشكل سريع لأنهم أجوا صغار في السن، ما كانش في عربي كتير، ما كانش أصلا في أجانب كتير، تزوجوا وعاشوا واندمجوا واشتغلوا مع البلد. وفي منهم ناس عملوا تجارة يعني، واشتغلوا عملوا أسسوا شركات لوحدهم واشتغلوا بشكل كتير كويس مع الدول العربية ومع الدول الأفريقية، وبنوا إمبراطوريات ناجحة يعني من يعني شركات أسماء
كبيرة موجودة في سلوفينيا أصحابها عرب. في فئة تانية موجودة اللي هي فئة من الناس اللي هم انولدوا في سلوفينيا لآباء عرب. هدول الناس أكيد مندمجين في المجتمع وعاشوا حياتهم زي السلوفينيين، لأنه درسوا مدارس سلوفينية، بيحكوا سلوفينية، وفي منهم أصلا ناس ما بتحكي بالعربي. في عنا فئة تانية، ناس أجت كدراسة أو زواج واستقروا في سلوفينيا. يعني أجوا، ممكن تعرف على زوجته في مثلا مصر، تونس، المغرب، الجزائر، يعني هذا بنسميه، خلينا نحكي، زواج سياحي. يعني بتكون مثلا البنت السلوفينية رايحة للدولة العربية سياحة، بتتعرف على شخص، بتتزوج، بتجيبه معها، أو من خلال الإنترنت بتعرفوا على بعض، بيجي الشخص هنا بتزوج وبيبدأ بيندمج في الحياة، بتعلم لغة. في ناس كتير اشتغلت في المطاعم، اشتغلوا في، ممكن أحيانا، مواضيع الترجمة، تدريس، توصيل طلبات الأكل. في شركات يعني زي شركة جلوفو أو شركة فولت بيشتغلوا معها، بوصلوا أكل. في عنا فئة تاني من العرب اللي هم اللاجئين. اللاجئ يعني بتكون أموره أسهل شوي من الناس اللي ذكرتهم قبل، لأنه اللاجئ بيكون اعتماده على الدولة في الاندماج، فالدولة بتقدم له برامج للاندماج. برامج هذه في البداية أول إشي بيدعموه بفلوس، وبيدعموه بتعليم اللغة، بيدعموه بال كم من سنة، لحد ما إنه إيش يعني يوقف على رجليه ويقدر إنه يشتغل لوحده. والناس هذول في منهم ناس نجحوا كتير، يعني في ناس بعرفهم أجوا كلاجئين، والآن في منهم ناس بيدرسوا، في ناس بيشتغلوا كسوشال ووركرز، في ناس بتشتغل كمترجمين، في ناس بتشتغل كطباخ، في ناس بتشتغل يعني توصيل أكل زي ما حكينا، في ناس تشتغل في أعمال بناء. في شخص سوري اسمه تميم، يعني هذا الشاب إنسان رائع، يعني نجح في موضوع الكراميكا، تركيب الكراميكا. ما كانش عنده لغة في البداية كتير كويسة، ولكن الآن الحمد لله يعني لغته طورت كتير وصار عنده وضعه كويس، ولكن اندمج من خلال الشغل. حتى صاحب العمل اللي هو بيشتغل عنده اشترى له سيارة، ساعده في انه يجيب زوجته، اعطاه له راتب كويس، امور يعني كلها مستقرة. ليش؟ لانه ابدع في المجال تبعه. في ناس يعني بيشتغلوا في موضوع تجارة السيارات، في ناس عندها مقاهي في سلوفينيا، في مقاهي يعني، وفي ناس عندها مطاعم. هدول من الناس برضو العرب اللي هم القدامى، في عندهم مطاعم، في ناس عندها مثلا بتشتغل في موضوع العقار، يعني مختلفين. ولكن كعرب احنا جالية يعني اصلا بسيطة، يعني مش مجالنا مش كبير. ممكن لو احنا اطلعنا على الجاليات التانية هنلاقي انه كيف السوق السلوفيني بيشتغل. السوق السلوفيني بيشتغل على يعني موضوع التوصية. يعني على سبيل المثال، انا نقول الجالية البوسنية عندهم، هم شاطرين مبدعين في موضوع البناء. يعني معظم شركات البناء في سلوفينيا معظمها أصحابها بوسنيين. وإذا بتلاقي إنه واحد مثلا بوسني اشتغل، هم في البداية اشتغلوا كويس وأبدعوا في شغلهم، فبصيروا يجيبوا أقاربهم والشركات السلوفينية ومكتب العمل بيساعدهم، لأنه معروف إن هم مبدعين في هذا المجال. مثلا الجالية الألبانية مبدعين في موضوع الآيس كريم، حلويات، مخابز، والمعجنات. هذه الأشياء هم مبدعين فيها وبيشتغلوا فيها بشكل كويس. في برضو أشياء تانية الألبان يعني مشهورين فيها، ولكن أنا ما بدي أحكي على الأشياء السلبية، بس بنحكي على الأشياء الإيجابية يعني في سوق العمل، لأنه هذا موضوعنا. فكل جالية بيكون في إلها ميزة. احنا كعرب لسه مش معروفين في سوق العمل، يعني لانه اصلا عددنا بسيط. يعني احنا لما بنحكي على 100,000 بوسني او 150,000 يعني موجودين في سلوفينيا، فاكيد بتصير لهم سمعة. لكن الاشي اللي ممكن كل انسان في مجاله، انه يا جماعة فكر انك انت لما تكون موجود في عملك، انك انت اول حاجة سفير لثقافتك، سفير لقوميتك، سفير لشعبك، سفير لبلدك. فابدع في شغلك قدر الإمكان، لأنه هذا الإشي بيساعدك وبيساعد كل أبناء جلدتك من بلدك، بأنهم هم برضو يحصلوا على فرص في
في الفرص كويسة في العمل. مجالات الحالية اللي مطلوبة في سلوفينيا للشغل، يعني مطلوب كتير 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 موضوع البناء. أي حدا بيعرف في البناء وكويس، بيشتغل في البناء كويس، ممكن يلاقي فرصة عمل، حتى لو إنه هو مش مقيم في سلوفينيا أو مش مقيم في الاتحاد الأوروبي، ممكن يلاقي فرصة كويسة في سلوفينيا في موضوع الشغل. في أفكار كتير كتير تانية راح أطرحها على موضوع إنه كيف الناس تلاقي شغل في سلوفينيا، و يعني كيف إنه يحصلوا على فرص التواصل مع الشركات، كيف إنه مثلا ممكن تجارة، ممكن بيزنس معين مع سلوفينيا. ولكن على هذا البودكاست تعملوا لنا إعجاب ومشاركة مع الأشخاص اللي بتعرفوهم، بحط لكم بودكاست تاني بوضح فيه اللي هي بعض الأمور التانية، أمور البزنس والتجارة اللي ممكن الناس يشتغلوها مع سلوفينيا، وبعطيكم بعض النصائح والإرشادات إن شاء الله في البودكاست التاني.